أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو العرب. استوديو العرب لكل العرب، نتناول العديد من الملفات التي تهم الوطن العربي والشعب العربي. الحقيقة هناك العديد من الملفات التي تؤرق على المواطن المصري. النهاردة حلقة فوق العادة، هنتكلم النهاردة في ملف الأسرة في بداية حلقتنا النهاردة. والحقيقة ملف الأسرة الحقيقة في أكثر من 10 مليون أسرة متضررة من قانون الأسرة الحالي، ولكن طبعا قانون الأسرة ترحل للبرلمان القادم خلال أيام، طبعا يعني يعتبر أقل من 48 ساعة بقى البرلمان انتخابات البرلمانية لتشهدها لجمهورية مصر العربية. الحقيقة قانون الأسرة يعني في أعرق أكتر من العديد من حوالي 6 ل 7 مليون طفل أبناء شقاق أطفال مصر الحقيقة. وإحنا بندعو القيادة السياسية العليا التي تهم مصلحة الوطن بكل تأكيد، وبندعو البرلمان القادم لمحاولة تغيير المنظومة الحالية لقانون الطفل وما آل إليه الوضع الحالي الكارثي من عدد حالات الطلاق في مصر. طبعا أعزائي المشاهدين، النهاردة هيبقى معانا هنا محمد. أهلا يا هنا في حلقة معانا النهاردة. أهلا بيك يا مبروك. هنا بتشرفنا النهاردة الحقيقة في استوديو العرب. استوديو العرب منورين الدنيا. طبعا النهاردة هيكون حلقة مختلفة جدا ومتألقة، لأن النهاردة بنناقش قضايا مهمة عن قانون الطفل، ولازم طبعا يكون في قانون رادع يرضي الطرفين، علشان فعلا دي بقت ظاهرة غريبة مؤخرا لقانون الطفل وعدم انتماء القضاء أو الأم أو الآباء عامة، يعني في حل مشترك يرضي الطرفين. والله هنا الحقيقة احنا بنتمنى ان القانون يرضي جميع الاطراف، ولكن في الاول خالص هو الطفل ثم الطفل، لان هو يعتبر هو اللي بينشأ للمجتمع، يعني طبعاً. جيل قادم الحقيقة مش هينفع يبقى فيه سايكولوجي ونفسيا الطفل نفسيا متدمر عشان خاطر ما بيشوفش طبعاً. ابوه سنة واثنين وعشرة، دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا بتأدي إلى عوامل نفسية كل تأكيد. معنا الحقيقة الباحث الاجتماعي الأستاذ سعيد العرباوي، ويحدثنا كثيرا الحقيقة. مساء الخير يا أستاذ سعيد. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أشكرك يا أستاذ سعيد. الحقيقة احنا عارفينك يا أستاذ سعيد اللي انت الحقيقة في حقوق الطفل وحقوق الأسرة، يعني الحقيقة باحث اجتماعي له شأن في الفترة الأخيرة، وبتبحث عن ضمان استقرار الأسرة المصرية. والله يا فندم انا عن نفسي ابحث عن تنفيذ توجيهات فخامه الرئيس السيسي اللي اعلن عنها سنه 2018، والتوجيهات دي كانت للحكومه المصريه. فخامه الرئيس السيسي قايل نصا قدام كل الناس في الفضائيات كلها، الفيديو موجود، قايل وجهت الحكومه المصريه لعمل تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ على حقوق المجتمع جنبا إلى جنب. هنا حضرتك احنا فخامة الرئيس بينتصر لحق المجتمع كاملا، لحق رجل ولا حق طفل ولا حق مرأة، هو انتصر لحق المجتمع بالكامل بكل تأكيد. وده نفس الشيء اللي أنا ببحث عنه برضك في نشدتي وفي طلبي لفخامة الرئيس السيسي دلوقتي. حضرتك الحكومة المصرية في يوم 20 أكتوبر 2019 على لسان المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، كان في مجلس الشعب نيابة عن معالي الوزير، قال إن الحكومة هتقدم مقترح بقانون أحوال شخصية يناقش جنبا إلى جنب مع بواقي القوانين الموجودة في المجلس. وللأسف حتى الآن لم يرد مشروع قانون من الحكومة. دي نقطة. النقطة الثانية يا فندم، إذا كنا في دولة المؤسسات اللي بيحكمها الدستور والقانون، فإحنا الحمد لله رفعنا علشان نطبق التربية والرعاية المشتركة، رفعنا دعوة في القضاء الإداري وصدر فيها، معايا حضرتك؟ معاك يا سيد، اتفضل. وصدر في الدعوة دي يا فندم حكم بإلغاء قرار رقم 1087. وللعلم أنا بستغل الفرصة وبشكر المستشار حمادة محمود إبراهيم النجار المحامي، هو اللي رفع الدعوة وتضامننا كلنا معاه فيها، وصدر حكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 المعروف شعبيا بقانون الرؤية. ده قرار 87. دي كانت دعوة يا أستاذ سعيد عشان خاطر قانون الاستضافة، قضية الاستضافة، مظبوط كده؟ بالظبط كده يا فندم، أخذنا حكم تاريخي بإلغاء قرار الوزير المنظم اللي هو بيلزم القضاة
ان هم يحكموا بما لا يقل عن 3 ساعات في مكان من 4 اماكن، حديقه عامه او مركز شباب او ما شابه ذلك. نعم. وما زلنا حتى الان بنحاول ان احنا ننفذ الحكم، ورغم عن ذلك وزاره العدل مش عايزه تنفذ الحكم. طب هو في قضيه يا استاذ سعيد اعتقد في جلسه في الشهر القادم؟ ده يا فندم طعن مقدم من الحكومه طالبين فيه الغاء الحكم اللي صادر لصالحنا بالغاء الرؤيه. فهنا القانون بيقول اتأجلت لكام القضيه يا استاذ سعيد الدعوه؟ الدعوه اتأجلت لقضيه يوم كام؟ 5/12 يا فندم. ممتاز. طيب. وحضرتك اذا كان الحكومه حقها القانون والدستور ان هي تطعن على الاحكام، فاحنا برضك الحكم اللي معانا مزيل بالصيغه التنفيذيه وشامل النفاذ. ومع ذلك عملنا انذار على اليد محضر لوزير العدل بصفته، وعملنا اعلان بالصيغه التنفيذيه، ولم يلتزم معالي وزير العدل بتنفيذ الحكم حتى الان. طب يا استاذ سعيد الحقيقه كانت القياده السياسيه العليا كانت الحقيقه فخامه الرئيس قال ان احنا المفترض يبقى في نظره للاطفال المجتمع والنشأ. هل التوجهات دي بتنفذ يا استاذ سعيد يعني، ولا انت شايف الرؤيه ماشيه ازاي؟ يا استاذ سعيد في ظل الظروف دي كل الناس بتقول ان القانون متحيز جدا للمراه، هل فعلا ده حقيقي؟ حضرتك من الواقع العمل التطبيق قانون الاحوال الشخصيه الحالي الزوج الاب المطلق الارمل ايا كانت الحاله الاجتماعيه معرض ان هو يترفع عليه ما لا يقل عن 16 17 قضيه. تمام. على الوجه الاخر الام او الزوجه او الحاضنه لا يرفع عليها الا دعوه رؤيه فقط لا غير. تمام. يبقى حضرتك كده المعادله 1/17 او على 20. تمام. دي نقطه. النقطه الاهم انا بستغل الفرصه بعد اذنكم وبطالب القياده السياسيه متمثله بصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الاعلى للقضاء، بقول له بعد اذن معاليك يا فندم في حكم صادر في الدعوه ومش عايزين ينفذوا لنا الحكم لغايه دلوقتي، هل انا هضيف علم لاي حد لما اقول له ان 90% من الخارجين على القانون ابناء طلاق؟ ولن اضيف علما الى الاجهزه السياديه في الدوله ان مفجر نفسه في الضرب الاحمر كان ابن طلاق. كلمه اخيره طيب يا استاذ سعيد بتوجهها عشان خاطر اطفال مصر، بتقول يا استاذ سعيد في ظل الازمه المتشائكه كل طرف بيشد طرف اخر واكنها حرب. وفي الاخر الكارثه حرب اللي هي فعلا الطفل. بيكون المتدمر فيها يا فندم هو خلاص ما عادش صراع، يعني للاسف في ناس بتوضح الصوره مغلوطه على ان هي صراع بين رجل وام على طفل، لا يا فندم ده صراع مجتمع كامل مع بقايا قوانين شرعت وطبقت لارضاء اهواء شخصيه معينه. وهنا انا بنبه الدوله وبقول في اهدار مع العمد للمال العام. حضرتك انا من خلال ايه يا استاذ سعيد اهدار المال العام؟ معلش توضيح حضرتك. طيب انا بدون ذكر اسماء طبعا انا بمتلك مستندات لامراه واحده فقط تزوجت عرفيا 7 مرات لسببين. طيب ده على حضرتك انت يا استاذ سعيد الحقيقه، اتفضل. ده على مسؤوليتي انا. كانت اتزوجت 7 مرات عرفيا للحفاظ على معاش الوالدين والنفقات ومعاش احد ازواجها اللي توفى. فين دور الشؤون الاجتماعيه في المحافظه على اموال الدوله؟ انا بتوجه ببلاغ للنائب العام يفحص المساله ويقول لنا ازاي نحافظ على اموال الدوله من الاهدار. تأمينات. حضرتك دلوقتي ده دور التأمينات. نعم. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. علاوه على ذلك لو عايزين نقلل نسب الطلاق ارجو ان احنا نقلل امتيازات ما بعد الطلاق. حضرتك المطلقه دلوقتي لها الاولويه في الاسكان الاجتماعي. بتاخد معاش تكافل وكرامه، بتاخد معاش من صندوق صحي مصر، كل ده. هنا سؤال واحد فقط لا غير، ماذا افادت السيده المطلقه الدوله المصريه؟ لا شيء. بسؤالك يا استاذ سعيد الحقيقه بنشكرك جدا على الكلام العظيم ده، ونتمنى يبقى في تدخل الفتره الجايه ويبقى في التحام لصالح الطفل يا الحقيقه يا هنا، وليس لصالح المراه او لصالح الرجل، احنا بندافع عن اطفال مصر الحقيقه. هي يعني المشكله دلوقتي بتعوق على الطفل، يعني الام او الاب بيبقوا داخلين مع بعض في صراع. صراع كبير. طبعا وفي النهايه الطفل هو اللي بيتدمر يعني. انا اعرف الحقيقه في مشكلة. اطفال سنه واثنين وثلاثه واربع سنين ما يعرفوش ابوهم للاسف. دي حقيقه وكتير جدا من الظاهره دي موجوده، ان فعلا الام بتكون حد عنيف جدا في المشكله دي وما بتوريش الطفل اللي ابوه، وبتمنعه طبعا ده حقه.
حقه نعم. كأب يعني ان هو يشوف ابنه يقعد معاه مرة او اتنين في الاسبوع، طبعا ده بتمنعه من ده، فده في حد ذاته مشكلة. حرب نفسية ضد الطفل الحقيقة، وفي النهاية الحقيقة اطفال المجتمع وبينشأ الحقيقة اطفال غير اسوياء. دي حقيقة. نتمنى الفترة القادمة الحقيقة بعين العناية زي ما قال القيادة السياسية العليا، قالت أطفال مصر. وده المطالب الحقيقة الكتير. مؤخرا ظاهرة التنمر للأطفال دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة يعني. تمام الحقيقة يعني فاصل صغير كده وإحنا معاكم أعزائي المشاهدين على الشاشة. خلال ساعات قليلة الحقيقة المعركة الكبيرة والقمة المغربية المصرية، النادي الأهلي بطل القرن مع نادي الوداد، النادي الكبير العظيم في المملكة المغربية نادي الوداد، ده شأن كبير الحقيقة. بنشوف فيديو صغير كده عايب 30 ثانية ونعرفكم أعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم مرة تانية في استوديو العرب، ودلوقتي مع فكرة كرة القدم، وهي الحقيقه هنا ماتش الاهلي ماتش الاهلي والوداد خلال ساعات قليله كواليس بقى اللقاء، القمه مغربيه مرتقبه مصريه طبعا زي ما تعودنا دايما من النادي الاهلي نادي البطولات ونادي القرن. عودنا الحقيقه هنا النادي الاهلي على البطولات والانجازات والانتصارات طبعا. هيكون معانا الحقيقه مساء الخير. ايوه مساء النور جمال بيه الزهير الحقيقه الكاتب الصحفي الكبير والناقد الكبير. مساء الخير يا جمال بيه. سلم لي على الاستاذه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اخبار معاليك يا جمال بيه. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه بتمر الفتره الحاليه الكره العربيه والكره الافريقيه والمصريه الحقيقه بنشاهد لقاءات منتهى الحقيقه الروعه. تمام. دور قبل النهائي الاهلي والزمالك مع الوداد والرجاء، شفنا طبعا مباراه الذهاب، وفي خلال ساعات قليله الحقيقه قمه الاهلي والوداد. جمال بيه الحقيقه في خلال خبراتك الكرويه كناقد رياضي عربي افريقي كبير، تقول لنا كده ايه في سطور كده الحقيقه قبل ساعات من مباراه القمه المرتقبه. بالنسبه لمباراه طبعا الاهلي والوداد، زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي قدر في مباراه الذهاب في الدار البيضاء ان هو يحقق فوز مستحق 2-0. يمكن اكثر المتفائلين لم يكن يتوقع ان المباراه تنتهي لصالح النادي الاهلي بهذه النتيجه المطمئنه. لانه عاده استاذ مبروك اي فريق بيلعب خارج ملعبه بيبقى عنده احتمالات ان هو يحقق افضل نتيجه، سواء حتى لو كانت الهزيمة بهزيمة 1-0 أو التعادل مثلا. لكن النادي الأهلي لعب هذه المباراة مع موسيماني المدرب الجنوب أفريقي بأسلوب في قدر كبير من الذكاء واستغلال إمكانيات فريق النادي الأهلي ولاعبته، وأيضا استغلال نقط الضعف اللي موجودة في الوداد البيضاوي، وقدر أنه هو يحرز هدفين اعتقد ان هم هيبقوا مهمين جدا جدا في مباراه العوده. نعم. اللي برضو لازم نقول ان النادي الاهلي لازم يلعب مباراه العوده باذن الله بكره. هو خلاص احنا دخلنا في يوم جديد الحقيقه، فيعتبر النهارده يعني ان شاء الله. شايف يا جمال بيه موسيماني الحقيقه عمل تغيير جذري في الحقيقه، بنشوف كره على الارض، كره هجوميه، مفيش ميس باص، مفيش الكونتر اتاك كمان بيؤدي بشكل رائع. انت شايف موسيماني انعش الحته بتاعت اللياقه كمان داخل الملعب؟ طبعا. لا طبعا الحقيقه استاذ مبروك النادي الاهلي اداؤه اتغير بشكل كبير جدا الى الافضل منذ وصول موسيماني، ويمكن ده له عوامل برضو انه موسيماني نفسه كان متحمس جدا لتجربته مع النادي الاهلي ومتحمس لتدريب النادي الاهلي. نعم. واضح طبعا ان هو عارف لعيبه الاهلي كويس وعارف امكانياتهم وازاي يوظف الامكانيات دي في تشكيل اداء جماعي شفناه يعني واضح جدا، مش بس في مباراه الوداد،
يمكن في المباريات اللي لعبها في الدوري كل تأكيد أداؤه كان واعي جدا، وأداء بيعتمد على الأداء الجماعي وعلى التمركز الصح في الملعب بالنسبة للاعبين. ويمكن أنا قلت إن البروفة القوية جدا قبل ما يسافر المغرب كانت أمام بيراميدز بكل تأكيد يعني. لأنه النادي الأهلي لعب هذه المباراة اتعرض فيها لأكثر من موقف. أيوة. منها مثلا طرد عمرو السولية في قبل نهاية الشوط الأول وضيع بلنتيو، وبعديها مباشرة كمان أضاع النادي الأهلي فرصة إحراز هدف من ضربة جزاء. فمر بظروف كتيرة جدا في هذه المباراة ولعب الشوط الثاني كله. انت شايف يا جمال ليه؟ طيب اللقاء اللي بعد ساعات قليله يا استاذ جمال، شايف شايف ان في هيبقى في تغييرات في مباراه العوده اللي بعد ساعات قليله من دلوقتي؟ هيبقى في تغييرات جذريه عن تشكيل الماتش الذهاب؟ يعني انت شايف في امكانيه للموسيماني يغير في التشكيل الفرديه؟ يعني هو بالتاكيد انه موسيماني عنده دلوقتي الفريق اللي لعب بيه في المغرب. ايوه، ممكن يبقى الثقه فيه كبيره ان هو يؤدي بشكل كويس جدا. تمام. وان هو يحقق الهدف. لكن ممكن نضيف الى هذا، النهارده مثلا سمعنا انه علي معلول ابتدى يشكو من حاجه معينه في العضلات في الخلفيه. تمام، في مرن الخميس. بالظبط، فممكن جدا لاي سبب من الاسباب. احنا عندنا كمان يا استاذ جمال اجايف في التمرين بتاع الظهر الخميس اشتكى برضو وطلب من موسيماني ان هو يخش الجيم ويؤدي علاج طبيعي. ايه، عارف عارف يا استاذ مبروك اللي انا اقصده انه لو حدث اي تغييرات هتكون تغييرات اجباريه او اضطراريه، لكن هو لو اللعيبه دول في حالتهم الطبيعيه. طبعا يا استاذ جمال زي ما تعودنا من النادي الاهلي على البطولات، متوقعين التألق دايما والتوفيق للنادي الأهلي. بنشكرك جدا أستاذ جمال، شكرا جزيلا. شكرا يا جمال بيه الحقيقة، الناقد الرياضي الكبير ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم، تحياتي أستاذ جمال. الحقيقة هنا الحقيقة الماتش اللي بعد ساعات من دلوقتي مباراة الحقيقة بغض النظر عن الأهلي كسب كازابلانكا 2-0، ولكن يبقى نادي الوداد الحقيقة بإمكانياته بجماهيره بانتصاراته ببطولاته يبقى نادي الوداد هو نادي الوداد الحقيقة في القارة الأفريقية كلها. ده لا ينقص إن هزيمة الأسبوع اللي فات لا ينقص أبدا الحقيقة من نادي الوداد ولاعيبته. مستحيل ينقص منه النادي الأهلي، ده نادي كان متألق الحقيقة. لا وما زال لا وما زال طبعا احنا هنشوف طبعا مباراة العودة في استاد القاهرة للأسف طبعا بدون جمهور عشان خاطر ربنا يعافينا كلنا والوطن العربي كله من كورونا والشعوب العربية الحقيقة كلها. ولكن يبقى الأهلي بعظمته بجماهيره بمجلس إدارته، مجلس إدارة ما بخلش على حاجة بالفريق تماما. لا خالص، يعني في عز أزمة فايلر والراجل قال أنا ماشي ومش هكمل، كان في خلال في 72 ساعة كان موسيماني كابتن الخطيب والجهاز الجهاز اللي معايا المجلس الإدارة كله ما بخلش مع الفريق بحاجة، قال له شكرا. وكان الراجل في خلال 72 ساعة بيقود الفريق لانتصارات والفايلان النهائي قبل النهائي طبعا البطولة الأفريقية، وبإذن الله للفايلان الحقيقة ويبقى فايلان مصري خالص. في جهة تانية طبعا الاتحاد الأفريقي من ساعات قليلة أجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي. طبعا لا يخفى على الجميع أن نادي الرجاء المغربي يمر بظروف صعبة جدا حتى قبل مباراة الذهاب الحقيقة. عنده هنا الحقيقه عنده 10 لاعبين مصابين بالكورونا، اللهم عافيهم طبعا. ووزاره اللهم امين، وزاره وزاره الصحه المغربيه الحقيقه ادخلت ثلاث ارباع او اغلبيه قوام فريق النادي الرجاء الى الحجر الصحي. الحجر الصحي يعني مش لعيبه الرجاء لم يتبقى منها الا 7 لعيبه، فمش معقوله هيبقى في لقاء. وفي نادي الزمالك الحقيقه رحبوا جدا بالتاجيل من يومين، من ساعات قليله الحال كاف قال المباراه ما بين نادي الزمالك وما بين نادي الرجاء هتبقى يوم 1 نوفمبر الحقيقه. طبعا ولكن نادي الزمالك نادي كبير وبنتمنى لهم برضه كل تاكيد، ونادي الرجاء نادي عظيم ونادي أكيد كبير أكيد. ولكن الحقيقه في مشكله الحقيقه مجلس اداره الزمالك الحقيقه ورئيسه اتكلموا فيها من شويه وقال احنا مش هنخوض مباراه النهائي الا اذا تم تاجيل الفايلان اسبوع كمان.
يعني قبل النهائي اتأجل أسبوع لواحد نوفمبر، إذا هيتم تأجيل مباراة النهائي، والاتحاد الأفريقي قال مفيش تأجيل المباراة النهائية تماما. النهائي 6 نوفمبر. في معسكر المنتخب المصري والمنتخب المغربي 7 نوفمبر، في معانا مباراة التوجو مع المنتخب المصري يوم 14 نوفمبر، مباراة التصفيات الأفريقية برضو المنتخب المغربي عنده مقابلة الحقيقة برضو في التصفيات الأفريقية. فكمان احنا معانا كمان بعد كده هيبقى فيه، طب هتنهي الدوري امتى؟ اما انت مش هتلعب الفاينل 6 نوفمبر، فهتنهي الدوري امتى؟ فطبعا صعب جدا يتم تأجيل الفاينل. ده هيبقى صعب جدا التأجيل، وده تقريبا قرار يعني غير لائق بكل يعني. لا بكل تأكيد طبعا الترتيبات والكورونا، فالتأجيلات دي كلها الحقيقه اللي خلت حتى كمان الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي مفيش وقت ان احنا ناجل الفاينل. الفاينل هو يوم 6، الفاينل النهائي برضه بيراميدز يوم 25، كل تأمنياتنا نادي بيراميدز بالفوز. طيب. الحقيقه حلقه عدت بشكل سريع ووقتنا الحقيقه معاكم خلص وانتهى. نتمنى بكل تأكيد الفوز للنادي الاهلي في مباراه العوده بعد قليل وتحقيق الوصول الى الفاينل. نشكركم جدا، شكرا. شكرا أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله الخميس القادم 12 ليلا بإذن الله. تحياتي.